فرنساوي ابن هاي الشعب ابن هاي البلاد. انا هون لانه مكسر، انا مكسر كثير بحق اهلنا في النقب. اهلنا في النقب قاعدين بيقاوموا بواجهوا الاحتلال ومخططات الاحتلال من سنين، بيعانوا ازيد من اي محل ثاني تقريبا. اهل النقب احنا الاغلب جميع مناطق الشعب الفلسطيني مدشرهم لحالهم، فانا حبيت اجي هون ابكى لو الي بصمه صغيره بنضالهم بوقفتي معهم بوقفتي بجنبهم، وادعي ابناء شعبي الجدعان المحترمين اللي عن جد ما كسروش بأي قضية بكل محل انهم يجوا يتواجدوا يوقفوا مع النقب. النقب حاليا قاعد بهاجم بيواجه هجمات شرسة جدا من الاحتلال ومن مؤسسات الاحتلال ومن جمعيات بالاحتلال، وان شاء الله خير. رافد ابو عايش من النقب، ناشط في حملة انقذوا النقب. احنا اليوم في نشاطات يوم الارض. يوم الارض محطة جدا مهمة في سياق النقب. بالنسبة لنا في النقب كل يوم هو يوم ارض. المعاناة اليومية ومحاولات اسرائيل لقمع عرب النقب هي بالضرورة محاولات لسلب الارض ومحاولات لجعل الحياة صعبة في النقب. اسرائيل تستعمل كل ادواتها كل هيئاتها كل سلطاتها لمحاربة مطالب عرب النقب باعترافهم بملكيتهم على ارضهم. في هذه اللحظة العشرات من الشبان بينما احنا نحيي نشاطات يوم الارض في ذكريات تاريخية، في العشرات من شباب النقب موجودين في التحقيقات في عند المخابرات الإسرائيلية، ويتم استدعاء الناس يومياً فقط للتضييق عليهم فقط لإخافتهم. قرية العراقيب اللي نحن موجودين فيها هدمت للمرة 199 في الأسبوع الماضي. ندعو كل أهلنا للالتفاف حول قضية النقب، كل حضور مبارك جداً، فخورين جداً لضيوفنا من كامل مناطق فلسطين التاريخية، ونريد المزيد. ندعوكم لزيارة النقب، ندعوكم للمشاركة في النشاطات. بعون الله صامدين، بعون الله صامدين. سمير وحميد متواجدين اليوم إحياء لذكرى يوم الأرض، ومتواجدين طبعا في النقب الصامد. مش من فراغ يعني تواجدنا هنا، مهم جدا نتواجد مع أهلنا في النقب، نقب الصمود، نقب الحرية والعزة للي بيعانوه أهلنا في النقب من تمييز ومن قمع. فمهم جدا نكون في تواصل مستمر، وأن نكون أغلب الفعاليات الوطنية تكون في هون يعني موجودين هون. نكون بوجه كلمة إنه كل الأشخاص فعلا يعني يشاركوا في هاي الفعاليات ويكون في استمرارية، حتى ما يكون يعني مش بس بمناسبات معينة إنما في يعني بشكل مستمر دائما. في ذكرى يوم الأرض فكان هناك العديد من الفعاليات في مقبرة العقري والعرقيب وخربة الوطن، وكذلك في سعوة. الآن نحن متواجدين في قرية سعوة. قرية سعوة معترف فيها منذ عام 2004 كما ترون، تفتقد إلى البنية التحتية والترخيص للمباني، ونحن متواجدون بمحاذاة القرية على أرض قامت الدولة بمصادرتها وزرعتها بالأشجار، ونحن نتواجد اليوم لزراعة وغرس أشجار الزيتون في هذه الأرض لتعززت صمود أهلنا وثباتهم على أراضيهم وقراهم. نعم، النقب يعيش تحديات كبيرة والأحداث الأخيرة جدا متتالية، والنقب صمد في وجه هذه التحديات، ولكن النقب بحاجة إلى وحدة المجتمع العربي إن كان في المثلث أو الجليل أو المدن المختلطة للوقوف معه لإحسان الخروج من المحن الراهنة التي يعاني منها النقب ومن سياسة الدولة اتجاه المجتمع العربي في النقب. فلسطين عربية، من المية للمية، من المية للمية، فلسطين عربية، فلسطين عربية.
من الناقب بالعصور.